بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022 سطرت مصالح أمن ولاية ورقلة مخططا أمنيا وقائيا وردعيا بالدرجة الأولى، وهذا بوضع تشكيلات أمنية على مستوى مداخل ومخارج المدينة بهدف الحفاظ على أمن وممتلكات المواطن. يعني كما شاهدتم في العملية الشرطية التي قامت بها المصلحة الولائية للشرطة القضائية رفقة الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية وكذلك فرقة البحث والتدخل بتوقيف أحد المركبات على مستوى الحاجز الطرقي المؤدي إلى طريق ردايا، بتوقيفها لشخص وكذلك حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، وهذا أيضا يهدف إلى محاربة هذه الظواهر السلبية.